السلام عليكم. أدى مقتل 3 فتيات صغيرات طعنا وإصابة 10 أشخاص آخرين على يد مراهق يبلغ من العمر 17 عاما لم تحدد الشرطة البريطانية هويته، إلى اندلاع موجة عنف غير مسبوقة في مدينة ليفربول وسط بريطانيا ضد المسلمين والمهاجرين، بعد انتشار معلومات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أن المهاجم لاجئ مسلم. اندلعت على أثرها موجة احتجاجات في عدد من المدن البريطانية تخللتها أعمال تخريب ضد المنشآت العامة والخاصة ومواجهات عنيفة مع الشرطة، هاجم خلالها العشرات من أنصار اليمين المتطرف مسجدين في منطقة ساوثبورت ومدينة سندرلاند في شمال شرقي إنجلترا، مرددين شعارات عنصرية ضد المسلمين ومعادية للمهاجرين. كما حطم متظاهرون ملثمون واجهة أحد الفنادق التي تؤوي مهاجرين من طالبي اللجوء في روثرهام يوم الأحد الماضي، وأضرموا النار فيه مرددين عبارات مناهضة للمهاجرين. لم تستطع الحكومة بعد تحديد الجهات الضالعة في أحداث الشغب الأخيرة وتوجيه تهمة لجهة محددة بعينها، فيما يبدو أنها احتجاجات التف حولها طيف واسع من الوجوه اليمينية والمناهضين لهجرة الأجانب، في الوقت الذي ساهمت فيه وسائل التواصل الاجتماعي في تسهيل التعبئة للتظاهر عبر نشر مقاطع تحريضية ضد الأقليات المسلمة والمهاجرين باعتبارهم الأطراف المسؤولة عن تردي الأوضاع في بريطانيا. من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه سيدفع بالمزيد من التعزيزات الأمنية للتعامل مع مثل هذه الأحداث لاستعادة الأمن في عموم البلاد، متوعدا المشاركين في الأعمال التخريبية بأنهم لا يفلتوا من المساءلة القانونية بحسب زعمه. وضمن هذه المعطيات نطرح مجموعة من التساؤلات: ما هي الشرارة التي أشعلت موجة العنف ضد المسلمين والمهاجرين في بريطانيا؟ من هي الجهات الضالعة في أحداث الشغب الأخيرة التي التف حولها طيف واسع من الوجوه اليمينية المتطرفة والمناهضين لهجرة الأجانب؟ ولماذا تخشى الجاليات المسلمة في بريطانيا من استهدافهم خلال ذهابهم إلى المساجد للصلاة وتردد النساء المحجبات في الخروج من المناطق التي تصاعدت فيها الأحداث؟ هذه المحاور وغيرها سنطرحها في برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع الذي يحمل عنوان أعمال العنف ضد المسلمين والمهاجرين في بريطانيا. سيكونون معنا ضيوفا عبر سكايب الكاتب الصحفي نبيل شبيب. أستاذ نبيل، مرحبا بكم، حياكم الله. حياك الله. والأمين العام لاتحاد علماء الأزهر عبد العزيز رجب. أستاذ عبد العزيز، مرحبا بكم والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتك وضيفك الكريم. حياك الله. وأيضا عبر سكايب أستاذ علم الاجتماع الدكتور عبد الباقي شمسان. دكتور عبد الباقي، مرحبا بكم، حياكم الله. أهلا وسهلا، مساء الخير، حياك الله. مشاهدينا الكرام، ضيوفنا، سنذهب إلى فاصل قصير ونعود بإذن الله. أهلا بكم من جديد. إذن مشاهدينا، ضيوفنا، نبحث هذا الأسبوع من برنامج حديث العرب أعمال العنف ضد المسلمين والمهاجرين في بريطانيا. أجدد الترحيب بضيوفنا. نبدأ معكم أستاذ نبيل. يعني أدى مقتل 3 فتيات صغيرات وإصابة 10 أشخاص على يد مراهق يبلغ من العمر 17 عاما، الشرطة البريطانية لم تحدد هويته، وهذا الأمر أدى إلى اندلاع موجة عنف غير مسبوقة في بريطانيا ضد المسلمين بشكل عام والمهاجرين بشكل عام. ولكن ما الهدف وما الغاية
لدى بريطانيا من نشر معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن المهاجم هو لاجئ مسلم، ما هدف ذلك؟ يعني الجهة التي نشرت ذلك الواقع هي صح التعبير متخصصة في التضليل، هي جهة تسمي نفسها الدفاع البريطاني أو الدفاع ليغا، رابطة الدفاع البريطاني، في منذ 2009 تقريبا ميلادية تشكلت على خلفية الواقع أعمال العنف في الملاعب الرياضية في كرة القدم، فهي نهجها هو العنف المتطرف اليمين المتطرف. فبالتالي الواقع عندما تنشر هذه الأخبار المضللة تستهدف من وراء ذلك تبرير ما تقوم به من أعمال عنف، لأنه لا يوجد تبرير عادي، لا يوجد تبرير حقيقي، فتلجأ إلى التضليل. وهذه الواقع التضليل كان في البداية، أما فيها بعد أعلن بأن الرجل أو الشاب المراهق الواقع الذي عمره 17 عاما قد ولد في بريطانيا وليس من المهاجرين، وأنه قد نشأ في المدينة التي مارس فيها العملية. فالواقع القصة كانت في البداية مجهولة، ولكن فيها بعد أصبحت معروفة. رغم ذلك بقيت هذه الجهة تدعو إلى المظاهرات، يعني جهة الرابطة الدفاع البريطانية تدعو إلى المظاهرات المعادية للاجئين والمعادية للمسلمين بشكل متواصل، وبقيت أعمال العنف ترتكب خلال مدة أسبوع. إنما القضية أولها وأخي أولا وأخيرا هي قضية بريطانية داخلية، يجب الواقع التعامل معها على هذا الأساس، ولا يمكن جعلها وكأنها الواقع مشكلة اللاجئين أو مشكلة المسلمين. طيب أستاذ عبد العزيز، أيضا للتذكير للمشاهد الكريم، يعني هاجم العشرات من أنصار اليمين المتطرف مسجدين في بريطانيا يرددون شعارات عنصرية ضد المسلمين ومعادية للمهاجرين، ولكن السؤال هنا، هل العنصرية يعني كانت وليدة الحادث أو نتيجة هذا الحادث، أم أنها كانت موجودة في المجتمع الإنجليزي والآن حان وقتها؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بداية عندما ننظر إلى التحليل العميق إلى هذا الحدث الذي يروج الآن في بريطانيا، ويزاع على أنه البريطانيا الآن تقف يعني على قدم وساق ضد المسلمين في بريطانيا، والقيام بمهاجمة المساجد والمسلمين وخوف المحجبات من الخروج إلى المساجد، ليس هذا يعني حادث اليوم، بل له آثار قديمة جدا منذ يعني انتشار الإسلام في أوروبا بصفة عامة وفي بريطانيا بصفة خاصة. هذا دعنا نكون واقعيين، يعني انتشار الإسلام، لأن الإسلام يحمل الصورة الوسطية في الفكر والاعتدال واندماج المسلمين في المجتمع البريطاني، وبعضهم مناصب كبيرة حتى وصل إلى وزير والمجلس العمومي البريطاني والمجالس النيابية والمحلية. والجالية المسلمة كذلك هناك يعني تمتاز بأنها توفر اليد العاملة المتقنة لعملها، وكذلك يعني ساحوا في جميع المجالات الطبية والعلمية والتعليمية والصناعية. هذا أدى إلى شعور لدى البعض ممن عندهم حقد على في الجانب الديني من المتطرفين دينيا منهم من هناك، يشعرون بالحقد وكأنها بلدهم وجاء هؤلاء من المهاجرين، رغم أنهم يعني الجالية المسلمة في بريطانيا بعض تقارير تقولون أنهم منذ يعني 1700، منذ قرابة 500 سنة، لأن بريطانيا كانت تحتل الهند ووصول الوفود الأولى من الهند، ثم بعد حفر قناة السويس، ثم بعد الانتكاسات التي حدثت في البلاد العربية والإسلامية ووصول وفود كثيرة جدا من المهاجرين واستقرارهم هناك وأقديم الجنسيات واندماجهم في المجتمع، أدى هذا إلى قلق بعض الجهات المتطرفة التي كانت تعيش على الخدمات، ويشعرون أن بريطانيا هي بلد الدفاع الأول التي كانت تقود الحروب الصليبية ضد المسلمين. أدى هذا إلى الشعور بالغيرة والحمية وكيف نتخلص من المسلمين، وكذلك الجانب الاقتصادي للمسلمين. هناك بريطانيا لهم يد طولة في الاقتصاد، خاصة يعني بدأوا يشترون كثير من الأندية الرياضية ويقومون بأعمال اقتصادية في البناء والتعمير وإنشاء الشركات الكبرى. أدى هذا إلى بعض الشباب
في بريطانيا من ينفخ في النار في الكير ويحمي بأن هؤلاء الذين ليست بلادهم رغم أنهم عاشوا هناك في بريطانيا، لأن يعني هناك ليس الجيل الثاني بل الجيل الثالث والرابع أيضا، يعني أب عن جد في بريطانيا الآن. أدى هذا الشعور إلى بعض الناس من ينفخون في النار إلى موجة من الكره والعنف ضد المسلمين. الشيء الآخر اللي هو الأحداث المتراكمة الحديثة والقديمة. الحديثة القديمة مثل مشاركة بريطانيا في الحرب على العراق والحرب في أفغانستان، وهذا أدى الشعور إلى بعض المسلمين يعني كيف بريطانيا التي نحن نعيش فيها ويعني نعيش على أرضها ونلتحق بسمائها وندفع الضرائب منها تشارك في قتل المسلمين ظلما وجورا في العراق وأفغانستان. وزاد الطين بلة كما يقولون ما يحدث الآن في غزة وفلسطين ومشاركة بريطانيا في الحرب القائمة الآن ضد العزلة لإخوان العزلة في غزة بصفة خاصة، ودعم الكيان الصهيوني بالسلاح والعتاد وحتى المشاركة ببعض القوات كما أعلن عن ذلك، وكذلك ما يحدث في اليمن. كل هذا دفع شعور إلى بعض الجهات الى ان تضطهد المسلمين. طيب دكتور عبد الباقي، يعني لم تستطع الحكومه البريطانيه تحديد الجهات وليس الافراد، نحن نتحدث هنا عن الجهات الضالعه في احداث الشغب، ايضا لم توجه تهمه لجهه محدده بعينها، ولكن يعني لماذا التف حول اعمال الشغب طيف واسع من الوجوه اليمينيه والمناهضين لهجره الاجانب؟ هل هناك رسالة محددة يريدون إيصالها دكتور؟ الموضوع يعني مقاربته تحتاج إلى هناك يعني مقاربة أوسع تتعلق بما هو آني الحدث هذا، يدخل فيما يسمى في هناك علم اسمه علم النزاعات، وهذا علم يدرس في الجامعة ويوظف داخل المجتمعات المحتقنة، بحيث أنك يمكن لك أن تحدث أي حدث ثم تقوم بتعميمه وتسويقه، مما يؤدي إلى انفجار صراع عقائدي أو طائفي أو مناطقي ولا يتوقف، وإلا بعد فترة، وبعد فترة يكون هناك في ضحايا وفي تراكمات وفي ثارات. هذا علم كامل، ويبدو لي أن ما حدث في بريطانيا لا ليس المسألة تتعلق بمن طعن أو لا، هذا فعل مدروس. هناك مجموعة من التحولات، أولا قلق يعني في حاجة هنا قلق اليمين من هذه الهجرات، وهذا القلق له ما يبرره لدى بعض الجماعات على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى الهوية وعلى عدة مستويات. وهناك أيضا ما يحدث في فلسطين من تحول في الصورة النمطية للجالية العربية والإسلامية، وتحول الصورة النمطية كانت هو الإرهاب، الإسلام يقابله الإرهاب، إسلاموفوبيا. هناك الآن تحول وتضامن مع القضية الفلسطينية، هناك أيضا تحول في الحضور العربي الإسلامي من خلال المهاجرين العمال إلى فاعل اقتصادي في الأندية في المصانع، هناك جيل آخر انخرط في العمل، وهناك أخطاء لدى هذه الجالية أيضا العربية الإسلامية بأنها ما زالت منغلقة أكثر، هناك انفتاح أيضا يعني محدود على المستوى السياسي. إذن نحن عند هذه الحادثة جاءت، وتحدث الضيف عن ربطة الدفاع البريطاني، هذا يدخل في إطار علم النزاعات. وسنتذكر عندما ما حدث في الصين أيضا قبل فترة من حديث عن انتصاب إلى آخره، ثم اشتعلت صراعا دمويا حاد، ويحدث في الهند ويحدث في المناطق، وهذا العلم غالبا يدار من بيوت الاستخبارات للدول بحيث أنه يحدث فجوة. لكن هذا لا يعني أن ليس هناك قلق من هذا تدفق المهاجرين نحو البلدان الأوروبية، وهذا القلق له علاقة بالتوازن الديمغرافي العقائدي وله علاقة بالمكاسب الاقتصادية. معالجة هذا الموضوع يتطلب ليس الانغلاق بل الانفتاح على هذا المجتمع. الآن هناك صورة يسموها ريبليس، أما إحلال يعني كان هناك تحول في صورة العربية المسلم من خلال، وتحول في أن الإرهابي لم يعد ذلك العربي المسلم، وأن بدأ هنا التمييز. هذه العمليات تريد استعادة الصورة السابقة وعدم استثمار ما حدث من تضامن عالمي في غزة، وبالتالي
على الجاليات أن لا تتعامل مع الموضوع بأنه حادث، بل أن تضع استراتيجية وبرامج إلى ما يسمى تسويق الصورة الحقيقية للعربي المسلم كفاعل اقتصادي وسياسي وثقافي وكمهاجر منتج في العمل الاقتصادية. ولابد من الانفتاح، لأنه الآن هناك موجة من ما يسمى زينوفوبيك اللي هي الكره الأجانب، وهناك موجة من القلق من هذا التدفق المهاجرين باتجاه أوروبا، هذا يشكل قلق. ولهذا سنلاحظ هناك استقبال للاجئين الأوكرانيين لخلق توازن بين الجاليات المسلمة والجاليات الأخرى. نحن أمام العمل لا يأتي بس أكمل الفكرة، لا يأتي بإنصاف الضحايا بقدر ما يأتي بإنخراطه في علم النزاعات وفي وضع استراتيجية لإحلال صورة جديدة من خلال ما يسمى التحليل المضمون. أكمل بس ولو تحب، هنالك على الرابطة في بريطانيا وعلى جامعة الأزهر هناك كثير من علماء الاجتماع يمكن يقوموا بتحليل مضمون صورة العربي المسلم في هذه الوسائل المختلفة، ومن ثم تعديل الصورة أو إحلالها، وهل هناك تحول ما قبل أحداث غزة وما بعده في الصورة، ومن هنا نستطيع أن نسهم في تدفق تسويق صورة جديدة وتحسين علاقة مع المجتمعات الأوروبية. أستاذ نبيل، وسائل التواصل الاجتماعي نشرت مقاطع تحريضية ضد الأقليات المسلمة والمهاجرين، واتهم اليمين المتطرف اتهم المهاجرين والمسلمين بأنها هي المسؤولة بالدرجة الأساس عن تردي الأوضاع في بريطانيا. هل حقاً المسلمون مسؤولون عن مع المهاجرين في تردي الأوضاع في بريطانيا، وعن أي أوضاع يتحدثون أصلا أستاذ نبيل؟ يعني الأوضاع في بريطانيا وفي عموم أوروبا الواقع يحمل جزء كبير منها المسلمون على عواتقهم، وساهموا إسهاما رئيسيا في تطوير هذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. ولذلك الواقع لا ينبغي النظر في وسائل التواصل الاجتماعي من زاوية أنها يجب النظر إليها من زاوية أنها تسهل عملية النشر دون أن يعتمد على مصادر علمية منهجية، على دراسات جامعية وعلى أرقام وإحصاءات يعني وسائل الدراسة العلمية المنهجية حتى يكون الأمر صحيحا. الواقع هناك نوع من العنصرية موروث يعني تاريخيا في أوروبا كلها، الواقع كشعوب مهاجرة، يعني بمعنى أن نحن نعلم أن البريطانيين والألمان والفرنسيين والأسبان يمثلون الواقع شعوب القارة الأمريكية بكاملها، القارتين الأمريكيتين بوقت واحد، لأنهم كانوا يهاجرون إلى كل مكان ويستقرون فيه. فهم أحيانا كل هجرة ممكن أن يفسروها أو يفهموها على أنها بداية من أجل الاستيطان والاستيلاء على البلد المهاجر إليه. إنما الواقع التعددية في بريطانيا بصورة خاصة أقوى من سواها في البلدان الأخرى الأوروبية، وهي تعددية التعايش وليس تعددية العداء. الواقع هذه الموجة من العداء والعداوات إلى حد كبير بدأت في فرنسا، وجدت في هولندا، وجدت في مدن بلدان أوروبية أخرى، وهذه المرة الأولى التي تظهر بشكل قوي نسبيا في بريطانيا. وأعتقد بأن الأسباب يجب النظر إليها من زوايا أخرى، على سبيل المثال تبدل الحكم في بريطانيا من اليمين المحافظ إلى اليسار، إلى مجموعة اليسار في حزب العمال أو حزب العمل. يعني هذه الواقع يمكن أن تكون أعطت إلى حد ما مفعولها بالعداء الذي ظهر، وتفشى هذا العداء على صعيد اليمين المتطرف أكثر من سواه. بينما نجد الواقع المظاهرات التي كانت يوم السبت الماضي على سبيل المثال، مظاهرات الواقع تعبر عن الشعب البريطاني المتعدد الهويات والمتعدد العقائد بشكل واضح، وهذه المظاهرات منعت اليمين المتطرف من النزول إلى الشوارع من الناحية الواقعية. يعني وجودها في الشوارع بعدد ضخم في عدد من المدن البريطانية جعل الطرف اليميني الذي لا يمثل الواقع بريطانيا، إنما يمثل أقلية
إلى حد كبير في بريطانيا، يعني لا يستطيع أن يظهر في الشوارع حسب ما كان يدعو إلى مظاهرات عدائية للمهاجرين والمسلمين. شيخ عبد العزيز، ممثلون للجاليات المسلمة في بريطانيا يعني أعربوا صراحة عن خشيتهم في صفوف عن خشية متزايدة بين صفوف المصلين من استهدافهم خلال ذهابهم للمساجد للصلاة. لماذا يستهدف المصلون؟ هل نفهم من هذا الإجراء أن بريطانيا ربما يعني لم تعد بحاجة إلى المسلمين على أراضيها مثلا؟ في الواقع بريطانيا وحتى المسلمين الموجودين الآن فيها لا غنى لأحدهم عن الآخر، لأنهم الآن نتكلم عن الجيل الرابع، أصبحوا جزء لا يتجزأ من المجتمع البريطاني في جميع مكونات المجتمع البريطاني، سواء كانوا قيادة أو سياسة أو إدارة أو حكم، أو حتى في المجتمع العمالي والمجتمع التعليمي بصفة خاصة، فأصبح جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع. لكن دور عبادة في الأساس جعلت للجانب الروحي والجانب التعبدي والقرب من الله سبحانه وتعالى. عندما يترك الإنسان يعني بيته وعمله وهذا المسجد لأنه يريد أن يرتاح ويتقرب من الله سبحانه وتعالى، وهم يريدون يعني الجانب المتطرف أو اليمين المتطرف كما يطلقون عنه في الغرب، يعرفون هذا الجانب فيريدون أن يخربوا عن المسلمين هذا الجانب، فيريدون أن يعني يقوم بأعمال تكره المسلمين في الذهاب إلى هناك، كما قاموا يعني قبل، ليست هذه الحالة الأولى، أنهم يعني أعدوا عدة لمهاجمة المسلمين في المساجد، بل في 2017 همت هذه الرابطة، رابطة المتطرفة أو ما تسمى برابطة الدفاع الإنجليزية عام 2017 بتفجير أحد المساجد، لكن عرف في الوقت الأخير ويعني أصدر قرار باعتقال من كانوا يهمون بذلك. كل هذا يدعو كثير من المسلمين الذين يعني رأوا العنف ضدهم أنهم يحذرون وهم يذهبون إلى المساجد، لأن المساجد جعلت للأمن والأمان وليس للتطرف وليس الخطاب الذي يحض على الكراهية، أو لأنه بيوت الله سبحانه وتعالى كما هي الحال تماما في الكنائس والأديرة، كما قال الله سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت مساجد. فالمقصد من هذا أن المساجد عندما تستهدف فإنما يستهدف الفكر الوسطي، يستهدف المسلمون في دينهم وفي عقيدتهم لبعدهم عن الله سبحانه وتعالى، وألا يكونوا مجتمع يعني فاعل ومنفعل داخل التيار الكبير الذي تعيش فيه بريطانيا من الحب والسلام. يريدون أن يجعلوا المسلمين دائما في حالة من الدفاع عن أنفسهم، في حالة من الفعل ورد الفعل. هم يذهبون إلى المسجد فيكون بعض المسلمين المتطرفين بالذهاب إلى الكنيسة، فتكون حجة لأن يطرد المسلمين من بريطانيا، وفي هذا المستفيد من هذه الحالة هو اليمين المتطرف فقط. طيب دكتور عبد الباقي، رئيس الوزراء البريطاني توعد المشاركين في الأعمال التقريبية بأنهم لن يفلتوا من المسألة القانونية، ولكن أريد أن أخذ رأيكم واستشرافكم للمستقبل. تعتقد أن الإجراءات الحكومية البريطانية الآنية ستلجم اليمين المتطرف في بريطانيا، وبالتالي لن تتكرر هذه الأحداث مستقبلا؟ تعتقد ذلك دكتور؟ لا أعتقد ذلك لأسباب موضوعية. ضبط الأشخاص إذا كانت هذه أفعال، لأن هناك ما هو شعبي وهناك ما هو منظم في استهداف الجالية العربية الإسلامية، هناك ما هو منظم في إطار الصراع العربي الإسرائيلي، في إطار أيضا ما يسمى بصناعة الآخر، يعني صناعة الآخر هو هذه المنطقة الشرق أوسطية العربية الإسلامية، وهذا بداية ولو كان كلام أكاديمي لكن في غاية الأهمية حتى نوصل الرسالة للرابطات والتجمعات العربية. صناعة الآخر بدأت بعد أحداث سبتمبر عندما تحولت الدول الإسلامية من حليف للمجتمع الليبرالي في مواجهة المد الشيوعي إلى هدف بحد ذاته، ولهذا تم تسويق صورة الإرهاب والتوحش في المجتمعات العربية الإسلامية، وتمت عمليات في بريطانيا وفي مترو الأنفاق. كل هذه العمليات هي لخلق صورة نمطية لهذه المجتمعات، وبالتالي أعتقد إذا ما تم ضبط هؤلاء الأفراد، قلنا هذا قد يندرج في إطار عمل منظم، قد ينتظر في العمل الشعبي. هنا على هذه الجاليات والرابطات
أن تتحرك استراتيجيا كما قلت، وأنا أكرر العملية لن تتوقف ضبط الجناه، لأنه هذه ليس قد تكون أفعال فردية وقد تكون أفعال منظمة. وبالتالي أولا ينبغي معرفة، لأنه شوف في التسويق أو في صناعة الآخر، ما هي الصورة الحالية للمجتمعات العربية الإسلامية في بريطانيا أو في أوروبا؟ ينبغي يعني هذا لا يكلف شيء لمجموعة من الباحثين ومجموعة من تمويل، يعني كان باحث لرسم الصورة. رسم الصورة تقوم حاليا إلكترونيا بصورة المشاهدة والصورة المقروءة في وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الصورة تأتي يعني يا إرهاب، يا إنسان، يعني جماعة متخلفة أو جماعة يعني مهاجرين يستنزفوا البلد، أو أعداء يعني الآخر خطير، أو هذه جماعة تهدد المسيحيين، أو هذا كله. بعدين لما نأتي بهذه الصورة ونرسمها والباحثين يضعوا هذه الصورة، تقوم هذه المنظمات العربية الإسلامية بتسويق الإيجابي والقطع مع السلبي وتحسينه وفقا، وهذا هو ما يسمى بحملات العلاقات العامة بعد هذه الأحداث. أما غير التتبع القانوني، هذا ما صار قانوني من ارتكب، لأنه الاستثمار الدم هناك استثمار له. يعني الآن إذا في علم النزاعات، إذا انفجرت مثلا، سأعطي حتى مثلا حتى في العراق، لو وقع صراع بين سنة وشيعة مثلا، وسوقنا فوق وسائل التواصل الاجتماعي في المقاهي أن هناك جماعة سنية أو جماعة من جماعة مش عارف مين قامت بالاعتداء على جماعة، وقمنا بالحديث في القهوة، ستحدث أول شجار ثم لن يتوقف، لأنه هناك استعداد لدى الجماعات للتعبير عن ما هو غير مؤلم في ذاكرتها. وهذه المجتمعات نحن الأوروبية مجتمعات تعتمد على صناعة قرار الرأي العام. على سبيل المثال الآن الانتخابات الأمريكية، هناك ما يسمى روم اوف ذا وار، غرفة الحرب، اللي هي تتابع مثلا المرشحين وتحلل مضمون الصورة وتحلل الخطاب، ثم تقوم بتعديل سلوكيات المرشحين بالتوقيت وتعدل في اللقاءات القادمة من خلال اللبس، من خلال الخلفية، مجموعة الوجوه الآسيوية والملونين وراء من نضع في الصورة، نوع الحوار، هذا كله. فهذه الجاليات بعد كل هذه العقود، يعني كيف يمكن أن مثلا أن نسوق أن هؤلاء القادمين من هذه البلدان يعني يساهمون في الاقتصاد بهذا الرقم من الاقتصاد، يساهمون في العمل الخيري بهذا الرقم، جماعة فاعلة. فبالتالي هذه كلها تحتاج ليس إلى محامين، المحامين هذا جانب، هناك أيضا هذه المسألة الصراع والإسلامفوبيا، وهذا هناك أحدث في أفغانستان، هناك أحدث سبتمبر، هناك ما حدث في العراق والصورة وزعت، هناك يعني استثمار، هناك حتى الآن التدخل في البلدان العربية يتم تحت انتهاك سيادة الدول، يتم يا للدفاع عن حقوق الإنسان، يا الخوف من الجماعات المتطرفة ولحماية السلم والأمن الدوليين، لحماية المواطنين، لحماية هكذا. وبالتالي هناك استثمار لمفهوم التطرف الرمادي. ولهذا أدعو رابطة يعني الإخوة من في بريطانيا خاصة، وأنه هو تتبع رابطة الدفاع البريطانية، يستطيع أن يقوم بتحليل مضمون نصها وبكم بمن مرتبطة وكشف ذلك. لأنه أنا واثق 100% أن رابطة الدفاع مرتبطة بغرفة عمليات، هناك استهداف استراتيجي، بمن مرتبطة من المنظمات، كيف يمكن لنا أن ننشئ نحن رابطات، ليس بالضرورة ثم الذهاب للمسجد ويتحدث عن الذهاب للمسجد. الاعتداء في المسجد هذا يخلق احتقان، الاحتقان سيؤدي إلى مواجهات، المواجهات ستخلق ثار، ومن هنا هذا هو المطلوب. ثم هذا الشعبي، ثم يأتي نحن لا نريد أن ننخرط في الشعبي، نريد أن ننخرط في المنظم والاستراتيجي. وبالتالي الدعوة للأزهر، الأزهر لديها كثير من الباحثين، الدعوة للجاليات في بريطانيا لتحسين الصورة والاتساق في المجتمعات وإلى آخره. طيب أستاذ نبيل، سنبحث معكم بأنه الحكومات في البلدان العربية والإسلامية هل تتحمل
ما وصل إليه حال المسلمين والمهاجرين من عنف واضطهاد خاصة في الدول الأوروبية. سنبحث هذا الأمر معكم، ولكن دعني أذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم. العراق قصيدة الشعراء، الحاضر الدائم بأصوات عراقية وأخرى عربية. ودجلة والفرات العذب ملح أجاج من دموع المتعدين. عراق المجد والتاريخ يشكو فراق الأهل والمتعاطفين. كثيرون من يتطلعون بإبداعاتهم إلى انتزاع حرية مأمولة وحياة تليق بشعوب تستحق. الصاعدون إلى السماء جهارا، رسموا لمن ورث الثرى آدارا، وتكاثفوا في الغيم حتى يهطلوا في حضن بغداد الهوى أنصارا. محمد سيدي فاضت بك النعم، وليس دونك دين فيه نعتصم. تابعوا برنامجنا أسبوعياً على شاشة قناة الرافدين، بيت القصيد، الكلمة التي تصنع الأثر وتسعى إلى تحقيق الأفضل وتنتصر للإنسان. مشاهدينا ضيوفنا الكرام، نبحث في برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع أعمال العنف ضد المسلمين والمهاجرين في بريطانيا. أستاذ نبيل، هناك تهويل من قبل اليمين المتطرف في موضوع أعداد المهاجرين القادمين من البلدان العربية والإسلامية، وذلك من أجل نسج سردية تسوغ خطاب الكراهية ضد المهاجرين. لكن هل تتحمل الحكومات في البلدان العربية والإسلامية ما وصل إليه حال المسلمين في بريطانيا من عنف واضطهاد وقتل؟ قبل الحديث عن مسؤولية الأنظمة في بلادنا العربية والإسلامية، يجب الواقع أن تكون الصورة عن الوجود الإسلامي البشري في بريطانيا وفي أوروبا عموما، في الغرب عموما، الواقع واضحة. نحن نتحدث الآن عن الجيل الثاني، الثالث، الرابع الذي ولد في هذه البلاد. نتحدث عن الذين اعتنقوا الإسلام من أهل البلاد الأصليين، فلا نستطيع أن نتحدث فقط عن قضية المهاجرين المسلمين إلى البلدان الأوروبية. إنما الواقع النسبة الأعلى الآن، يعني أكثر من النصف، ربما الثلثين تقريبا في أنحاء البلاد الأوروبية، هي من نسبة المسلمين الأصليين. يعني عندما نقول والله بعض الكتاب المتسرعين يقولون إذا ما أعجبتكم هذه القوانين يجب أن تعودوا إلى بلادكم، هم هذه بلادهم. الواقع هم لا يعرفون البلاد العربية والإسلامية أو ذات الغالبية من السكانية الإسلامية، إنما يعرفون هذا البلد الذي نشأوا فيه، بريطانيا أو سواه من البلدان الأوروبية، نشأوا وولدوا فيه ويعملون فيه ويدفعون الضرائب ويتلقون المساعدات. يعني كل هذه المسألة الواقع مسألة تختلف تماما. نحن نحتاج إلى رؤية استراتيجية للواقع وللمستقبل، ولكن ينبغي أن تقوم على معلومات صحيحة من حيث الوجود الإسلامي البشري والوجود الإسلامي المهني والوجود الإسلامي السياسي في بريطانيا وفي سواها من البلدان الأوروبية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، القلة القليلة هي التي الواقع ممكن تعدادها بأنها من المهاجرين من بلدان عربية وإسلامية تحت ضغوط الاستبدادية في بلادنا وتحت ضغوط الاعتداءات الأجنبية في بلادنا، يعني أصبحوا لم يعودوا هم النسبة الأعلى في بلادنا، لكن نحمل المسؤولية على الأنظمة العربية والإسلامية من زاوية أخرى. نحن نعلم الواقع أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر كل مواطنيها لهم حصانة خاصة، سيان في أي بلد يوجدون، فهم يدافعون عن الشخص الواحد.
يعني بشكل غير عادي، وإنما نحن بلادنا إلى حد كبير الواقع لا تهتم بمن ينتمي إليها عرقيا أو ينتمي إليها عقديا، بحيث تقوم بحملات أو تدعم بالمال أو تدعم بالمناهج العلمية أو تدعم بالوسائل البحثية والعلمية إذا كانت تريد الواقع فعلا الدفاع عن الوجود الإسلامي، وهو وجود إيجابي. يعني هذه المشكلة التي نتحدث عنها اليمين المتطرف هي مشكلة المجتمع البريطاني، مشكلة التعددي، مشكلة المجتمعات الأوروبية في ألمانيا التي يعيش فيها منذ أكثر من نصف قرن. الواقع أعلم بأن اليمين المتطرف وصل إلى مسألة اغتيال الساسة المعتدلين. فالتطرف بكل أشكاله مرفوض، وهو خطر على المجتمع، ويجب عندما نفكر باستراتيجية أو رؤية شاملة ينبغي الواقع أن نفكر بهذه الرؤية، بأن نحن جزء من هذا المجتمع الذي نعيش فيه، وأن هذا المرض الذي هو التطرف يجب الواقع أن نعالجه بنظرة جماعية وإجراءات جماعية ضمن إطار المجتمع. شيخ عبد العزيز، بريطانيا دائما تردد أنها تؤمن بحرية العبادة والمعتقد وحرية الديانة، ولكن حقيقة النساء المحجبات في بريطانيا يترددن في الخروج بالمناطق التي تصاعدت فيها الأحداث خشية أن يتم استهدافهن بسبب مظهرهن. لو جئنا على مسألة المسؤولية، من يتحمل مسؤولية حماية النساء المحجبات في بريطانيا؟ هو اولا هذا السؤال لابد من نجاوب عليه بعده محاور. المحور الاول هي المسؤوليه اولا على الاخت المحجبه المسلمه التي تخرج الى المسجد او حتى تخرج الى العمل او حتى المنتدى. اولا لابد ان تلتزم بالقانون، تلتزم بالقانون فانها لا تخالف وتكون صوره مشرقه للانسانه المسلمه المحجبه، فلا تتعامل بعنف ولا تتعامل بالفاظ خارجه ولا يكون في نشاطها نشاط يستغله البعض. الشيء الثاني لابد الحكومات وخاصه في بريطانيا انها تقوم بتنفيذ القانون، كما انها تقوم بحمايه الراهبات في الكنائس وحمايه حتى يعني اصحاب الافكار الشواذ وغيرهم بحجه حريه الراي والراي الاخر. كذلك لابد أن تقوم بدورها في حماية الإنسان المتدين سواء كان مسلم أو غير مسلم. الجانب الآخر اللي هي المنظمات الإسلامية الموجودة في بريطانيا لابد أن يحصل بينها وبين بعضهم البعض تعاون وثيق، ويقومون بعمل يعني شبه جبهة أو تعاون فيها بينهم، ورفع هذا الأمر إلى السلطات بأن أشخاص معينة تقوم بمحاربة المحجبين. نعم شيخ، يبدو أن انقطع. تفضل شيخ. انفجرت هذه الظاهرة وخوف المحجبات من الخروج إلى المساجد سوف يؤدي بعد ذلك إلى أنهم يخافون أن يذهبوا إلى العمل وربما يجلسون في بيوتهم، وهذا سيؤدي إلى إضرار بالاقتصاد البريطاني إذا كانوا يتعاملون بالأسلوب المادي، سيؤدي إلى حالة من القلق داخل البيوت المسلمة وحالة من الشعور بالاضطهاد بين المسلمين، رغم أن هذا شيء يعني من كان شيء قليل جدا. لكن عندما ننظر إلى الجانب المشرف في هذا الأمر وهو أن المسلمون يعني تفاعلوا مع هذه الأزمة بحرفية كاملة، تعاونوا مع الجهات أصحاب الفكرة المعتدين، خرجوا في مظاهرات بعد ذلك ضد هذه المنظمة المتطرفة التي لم تستطع الدخول من بيتها بعد ذلك، لأن هذه المنظمة المتطرفة وغيرهم هم في الأساس مدعومون من اللوب الصهيوني الذي يتحكم في وسائل التواصل الاجتماعي، يتحكم في الصحف والمجلات والقنوات الفضائية، لأنهم رأوا كيف تعامل وتفاعل المجتمع البريطاني وكان يقود المجتمع في هذا الوقت. المظاهرات الأخيرة ضد الحرب في غزة وفلسطين كان يقودها المسلمون الأئمة أصحاب الرأي قيادات العمل الإسلامي، تفاعل مع المجتمع البريطاني بشتى طوائفه وانتماءاته، حتى رأينا يعني بعض المظاهرات تصل أعدادها إلى أكثر من مليون متظاهر ضد الحرب في غزة. هذا الأمر أقلق الساسة وأقلق اليمين المتطرف، فكان لابد أن يصوبوا سهامه نحو المصدر الرئيسي
الذي يبث هذه الروح ولحمة بين المجتمع البريطاني والمسلمين في أنه تشويه لصورة الإسلام المعتدل ووصفه بالإرهاب والمتطرف. طيب. وصورة المرأة المسلمة نزيهة في أنها محجبة في أنها رمز للتطرف أيضا. دكتور عبد الباقي، وأنت تعيش في أوروبا، نائبة رئيس الوزراء البريطاني ترى أن المسلمين والمهاجرين شكلوا في الماضي ويشكلون في المستقبل، في الحاضر وسيشكلون في المستقبل، يعني خطر على الثقافة البريطانية. هل من وجهة نظركم هل أسهم المسلمون والمهاجرون في تغيير ملامح الثقافة البريطانية وحتى الأوروبية دكتور؟ هذا الطرح يعني يوظف سياسيا، توظيف سياسي للتحشيد وللتموضع، وليس هناك الآن المجتمعات الأوروبية مجتمعات متنوعة بمعنى أن التنوع العرقي والتنوع الثقافي هو جزء من هذه المجتمعات. على سبيل المثال في هولندا هنا كان في 1770 كان هناك 155 قومية وغالية، يعني هذا التنوع جزء من تاريخ هذه البلدان. بريطانيا بلد متعدد، هناك بعض البلدان في أوروبا الشرقية ما زالت عندها زينوفوبيا أو كره الأجانب، لكن هي تدريجيا تتغير. لذلك أن التوظيف السياسي أنها تؤثر، هذا ينبغي أن يرد عليه كما قلت. هو أن تتحدث مع الضيف السابق وقلت أنها تتحمل الأنظمة، الأنظمة العربية، الأنظمة تحت الحماية أو أنظمة تحت طائلة القروض لا تحدث تغيير، تتحمل هذه لا نسميها جاليات، نقول هذه المجتمعات التي موجودة في البلدان الأوروبية جزء مما يحدث لأنها تتقن اللغة البلدان ولديها فهم للثقافة المجتمعية، وبالتالي ينبغي أن تعدل الصورة. وخاصة هناك نحن نتحدث عن صناعة، يعني الآن الصورة النمطية للمجتمعات، نحن في صراع حضاري في حاجة اسمها الصناعة، صناعة الآخر، صناعة الخصم، هذه صناعة ليس يعني طبيعة. هناك ما هو يحمله الإنسان ما يسمى بثقافة تلقائية، يعني أنا أحمل تصور عن الجماعات المسلمة بحكم الثقافة المجتمعية والحس المشترك الشعبي، وهناك صناعة أصنع هذه الصورة بالأفلام، بالتلفزيون، بوسائل التواصل، بالمقالات الصحفية، بالعمليات في علم النزاعات، تفجير الصراع، هذا يسمى صناعة، بمعنى أعزز هذه الصورة لهذه المجتمعات بحيث أنها عنيفة وغير متحضرة وغير فاعلة وتستهلك ميزانية البلدان الأوروبية في الدعم، بينما نعلم أنهم بحاجة إلى قوى عاملة، وهذه القوى العاملة بعد فترة سوف ترفد في جيل جديد من الشبان ينخرطون في هذه المجتمعات ويدخلون الجامعات ويكونوا أطباء متميزون وفي المجالات الرياضية والفنية. إذن أنا أتمنى أن يكون يعني ما حدث الآن من أحداث، بفعل ما حدث في غزة وما حدث الآن من تحول في بريطانيا، والأفعال لن تتوقف هذه، لأن هناك كما قلت استراتيجية تدير هذه الأحداث، ينبغي أن نتوقف كثيرا وأن لا نعتمد على الأنظمة العربية أو الأنظمة الإسلامية في الدفاع عن هذه الجاليات، بل نعتمد على الفهم وإدراك هذه الجاليات المقيمة في هذه البلدان في كيفية استثمار فهمها لتلك الثقافات، استثمار هذه القوانين، وأيضا الاعتماد على الدراسات لا الاعتماد على يعني المواجهة بالعنف، التموضع، الانغلاق. لا، علينا أن نتحرك كما هو الآخر. الآخر شعر أن هناك تعدل في الصورة، أن هناك تضامن، أن هناك يعني تحركت هذه الجموع ليس تحت جانب إسلامي فقط، تحركت تحت جانب إنساني، تحت حقوق الإنسان، تحت حماية الشعوب، وهذا حق كوني. إذن أنت تستطيع أن تستثمر داخل هذه المنظومة، داخل ما هو يعني كونيا قيمة كونية. لذلك أعتقد أن يعني ينبغي أن لا يتم التعامل مع هذه القضايا وفقا للقوانين أو وفقا لمواقف الأحزاب السياسية. نحن بحاجة دكتور، عفوا أستاذ نبيل، بدقيقة ونصف لو تفضلتم في ذلك، إذا ما تحدثنا عن الحلول، والدكتور عبد الباقي شمسان تحدث يعني بإسهاب عن ربما الحلول التي يجب اتخاذها لعدم تكرار مثل أعمال العنف،
كيف يمكن حماية المسلمين في الدول الأوروبية من عمليات العنف التي شهدتها بريطانيا مؤخرا؟ ما هو السبيل لذلك؟ بدقيقة ونصف لو تكرمتم. نعم، يعني لا يوجد وصفة عامة يمكن أن تعممها على كل بلد وعلى كل حالة. نحن الواقع في قضية الجانب الثقافي مثلا يحتاج إلى دراسات ثقافية وصورة ثقافية نعطيها عن الإسلام والمسلمين وعامة المواطنين في المجتمع الذي نعيش فيه. نحتاج في الجانب الآخر الديني إلى جانب إعطاء صورة إيجابية عن الدين الذي نلتزم به. أما عن الجانب الحماية الواقع فلا بد الواقع من الناحية الأمنية، ولكن الناحية الأمنية لها متخصصوها، لها المؤسسات المتخصصة بها، فيجب أن نكون جزءا من هذا المجتمع لأن الضرر الكبير الأمني يشمل الجميع ولا يقتصر فقط على المسلمين وعلى الأجانب المهاجرين. شيخ عبد العزيز، هل يجب أن تتحرك يعني منظمة التعاون الإسلامي من أجل وضع حد لأعمال التطرف ضد المسلمين والمهاجرين ليس فقط في بريطانيا ولكن في الدول الأوروبية جمعاء؟ بدقيقة ونصف لو تفضلت. مثلا يجب أن تتحرك جميع المنظمات الإسلامية المعنية في هذا الأمر سواء خارج أوروبا أو داخل أوروبا وفي قطر كل أقطار أوروبا بصفة خاصة. هناك منظمة زي منظمة اتحاد المنظمات الإسلامية الموجودة في أوروبا، يجب أن يتعاون بينها وبين المنظمات المختلفة وترك الخلافات المذهبية والنزاعات الشكلية جانبا من أجل إيصال الحق وحماية الإسلام والمسلمين في هذه البلاد. كذلك الالتزام الدعوة الالتزام بالقوانين التي تمارس في هذه البلاد واستثمار الانفتاح الإعلامي وحتى لو شراء بعض القنوات والمساحات الفضائية للتعبير عن الصورة المشرقة للإسلام والمسلمين والدفاع عن قضاياهم والمقالات التي تنشر في الصحف والمجلات ووسائل التواصل الاجتماعي. كذلك بالمشاركة السياسية في جميع المستويات المحلية والنيابية وحتى لو مجلس اللوردات، كل ذلك يدعو المسلمين إلى نبذ مثل هذه الأشياء. ولو حدثت هناك مشكلة مثل هذه سيجدون من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم من يقفون معهم ويصدون عنهم هذه الهجمة ويستطيعون أن يكونوا جزء لا يتجزأ من المجتمع في تستثمار مثل هذه الأمور. أيضا شيخ، علماء الدين يعني يجب أن يكون لهم دور في كما ذكر الأستاذ نبيل، يجب أن يكون لديهم دور في معرفة الدين الإسلامي عن كثب، أليس كذلك؟ علماء الدين لهم دور كبير في هذه القضية لأن المسلمون على الأقل يذهبون كل أسبوع مرة في الأسبوع يوم الجمعة، فإذا كان الخطاب الديني موجه بصورة طيبة ويعني زيادة الألفة والمحبة بين المسلمين وتوعيتهم بالقضايا الرئيسية وكيف يتعاملون مع مثل هذه القضايا واندماجهم في المجتمع الذي يعيشون فيه دون تفريط في دينهم ولا في أخلاقهم، وأن يكونوا الأئمة من الصدارة، لأن عندنا يعني مثال يقول إذا كنت إماما فلا بد أن تكون أمان، والأئمة لابد لا يعيشون في أماكن منعزلة ولا أماكن بعيدة، بل هم جزء لا يتجزأ من المجتمع يعيشون فيه إذا قاموا بدورهم. وايضا لحمه التواصل او التواصل بينهم وبين يعني القسيسين واصحاب الكنائس الاخرى والديانات الاخرى، عند ذلك سوف يكون هناك حوار ما يسمى بالحوار الديني والحوار المجتمعي، وسيشعر المجتمع البريطاني كله بجميع جنسياته. طيب. نعم. ولغاته. نعم. وعقياته. دكتور عبد الباقي، برأيكم كيف يكون الحل؟ هل بالتفاهم مع الحكومة البريطانية أو ربما التفاهم مع الاتحاد الأوروبي جميعا، أم ربما الأمر يتحمل وقفة مجتمع دولي للحد من ظاهرة العنف ضد المسلمين والمهاجرين؟ هناك مسلمين ومهاجرين يحملون الجنسية البريطانية وهم أيضا يتعرضون لأنواع من الاضطهاد، أليس كذلك دكتور؟ هو ينبغي التعامل مع هذه القضية بحذر، ينبغي ألا تكون مواجهة بين المجتمعات العربية الإسلامية والمجتمعات المسيحية أو التركيز، ينبغي التحرك من داخل القيم المشتركة لهذه المجتمعات هي المواطنة، حرية الأديان والمواطنة في غاية الأهمية في هذه البلدان، وكذلك حرية المعتقد هنا مقدسة، وبالتالي نتحرك من داخل القيم المشتركة والكونية
بحيث الجالية الإسلامية لا تتموضع وتتحرك كتلة في مواجهة كتل، وإنما تتحرك في إطار المجتمعات وفي إطار القيم الكونية، وبهذا تستطيع أن يكون لها شبكة من العلاقات والداعمين، وتدافع عن حرية الأديان وعن حرية المعتقد وعن المواطنة وسيادة القانون في هذه البلدان، ولا نخلقها معركة بكأننا كتلة يعني مجتمعات إسلامية داخل هذه المجتمعات نهددها ونخاطر، بل نحن ندافع عن قيم هذه المجتمعات وعن القيم الكونية، المواطنة، حرية المعتقد والفاعلية في هذه المجتمعات. أعتقد أنه هكذا يتم التحرك، وليس تحرك عقائدي أو تموضع بحيث أنه نعزز من الخوف. نقدم شكرا الجزيل إلى الكاتب الصحفي الأستاذ نبيل شبيب. شكرا جزيلا أستاذ نبيل. وأيضا كان معنا أيضا عبر سكايب أمين عام اتحاد علماء الأزهر الشيخ عبد العزيز رجب. شكرا جزيلا شيخ عبد العزيز. وأيضا نوجه الشكر الجزيل إلى أستاذ علم الاجتماع الدكتور عبد الباقي شمسان. شكرا جزيلا لكم دكتور. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.